ولادي عاوزين هدوم عيد الأضحى جديدة غير هدوم عيد الفطر، مش عارفة أعمل معاهم إيه وأقنعهم إزاي إن مش كل البيوت بيعملوا كده. ولادي مصممين إن أنا زي ما نزلت جبت لهم أطقم جديدة في عيد الفطر، أنزل كمان أجيب لهم هدوم جديدة في عيد الأضحى وأطقم كاملة، الجزم بالشنط بالطقم كامل، البنطلون بالبلوزة أو الفستان أيا كان نوع الطقم اللي هم هيجيبوه. حاولت أقنعهم إن مش كل الناس بتعمل كده، مصممين على رأيهم وبيعيطوا وبيزنوا. جيت أتكلم مع جوزي وقلت له هنجيب لبس للعيد ولا لأ، لقيته بيقول لي لأ الظروف ما تسمحش يقضوا بأي حاجة من اللي عندهم، عندهم هدوم العيد اللي فات ما تلبستش كتير. ولما جيت اقول لبناتي الكلام ده قلت لهم باباكو بيقولوا انهم مش هيجيب علشان ما فيش معاه فلوس او علشان الحال بقى ضيق وكده، لقيتهم بيقولوا لي لا احنا ملناش دعوه بحاجه، استلفي اتصرفي. وبصراحه مش قادره ان انا ازعلهم لان هم صغيرين مش فاهمين يعني ايه تقدير الظروف او تقدير الوضع او كده، ومش عارفه اعمل ايه. خايفه ان انا اكلم امي او اكلم حد من اهلي استلف فلوس يقولوا ان جوزي مش قايم بالبيت او مش عايز يفرح عياله، لان كل بيت مقفول على اللي فيه وفي نفس الوقت محدش بيعلم بحد الا هو. خايفه ان انا اسمع كلمه من حد تخليني اشتال من جوزي او يعني ايه تخلي الصبر اللي انا بصبره ما يبقاش موجود. دي اول نقطة. تاني نقطة، جيت ابص على كل اللي حواليا لقيت كل اللي حواليا قرايبي جايبين لولادهم لبس العيد، حتى قرايب جوزي. بس برضو انا دايما بفضل اقنع نفسي بكلمة ايه، ان انا كل واحدة تعيش على قد ظروف جوزها وعلى قد لحافك مد رجليك. بس انا كبيرة ومقتنعة بالكلام ده ومش قادرة اقنع ولادي ومش عارفة اقنعهم ازاي. لو حد ليه طريقة ومجربها